بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ عبد الرحمن ماهر المصري، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني أنت نبت بيت القرآن وبيت العلم، وأبوك يعني شيخنا وأستاذنا وعالمنا وأفضله علينا كثيرا. ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلك من القراء الكبار، وأن نراك يعني رجلا عالميا بمشيئة الله عز وجل، والقرآن كله خير يعني عليك به.